ايوه عربيه كتكوته اموره، جزء من التاريخ شفناها كده زمان واحنا صغيرين. انتوا بتحبوها قوي كده ليه؟ اولا في البدايه احنا بنشكر حضرتك وبنشكر فريق الاعداد وقناه سي بي سي على استضافتها لينا هنا. اشكرك. والعربيه دي بقى دي الحب، يعني الحب كله. الحب كله. هي عربيه يعني معناها في البساطه بتاعتها عربيه بسيطه، وهو ده يمكن اللي مميزها عن عربيات تانية كتير. يمكن هي مصنفه من ضمن الكلاسيكيات، عربيه كلاسيك يعني، بس هي من اميز العربيات اللي موجوده في الكلاسيك. توفر ليها قطع غيار موجوده، ويمكن حتى كمان في حاجات بتصنع ليها حتى الان يعني. وهو ده يمكن اللي مميز العربيه. لو تقول ان هي كلاسيك، في عربيات اقدم منها كلاسيكيه بالظبط. اكتر منها، انما في حاجه انتوا بتحبوها في العربيه دي مش عارفه هي ايه. او إيه؟ هقول لك على حاجه، يعني هسالك سؤال بطريقه ثانيه. تمام. ايه مواصفات الشخص اللي يحب قوي العربيه البيتلز دي؟ هي عايزه حد صبور شويه. العربيه صبور بالظبط، هي مش اي حد يفهمها. هي عربيه بسيطه جدا، هي معادله صعبه. هي عربيه بسيطه في تكوينها، وفي نفس الوقت مش عايزه شخص طبيعي. عربيه موتورها موتور تبريد هواء، القصه بتاعته بسيطه جدا. الناس شويه بتشتكي من الموضوع ده، تعرف الجو بقى حار شويه في مصر، فمع الجو مشاكل العربيه بتزيد احيانا. فهي العربيه عايزه حد الى حد ما فاهمها يعرف يتعامل معاها. طب وايه اللي يجبركم يا جماعه؟ يعني ليه ما تجيب عربيه بتبرد؟ انا اسفه، انا طبعا حاسه ان انتوا يعني مطعونين دلوقتي في الكلام القاسي اللي انا بقوله، انا اسفه جدا، بس يعني انا كمواطنه عاديه العربيات كلها سواء بالنسبه لي، معلش يعني. طب وليه؟ علشان احنا يعني في تفاصيل بنهتم بيها جدا، التفاصيل دي هي المتعه بالنسبه لنا. ان انا احط الفانوس الفلاني بالشكل يعني الفلاني عامل كذا، مع شكل الاكسدام ده، مع كميه التعديلات دي، هي دي المتعه. زي ما حضرتك شايفه طبعا العربيات، وبيبقى لكل شخص كمان ليه يعني كل شخص شخصيته باينه جدا في عربيته. فتلاقي الشخص الجد تلاقي عربيته شويه شكلها جد، الشخص المرح جدا هتلاقيه عربيته برده شكلها كده، اشكالها بالوانها بشكلها. وهي كمان يمكن حتى حضرتك لما بتتجمع كايفنتات وكده، تيجي حتى تبص حوالين الشارع، عيون الناس، تلاقي الناس كلها فرحانه، كل الناس مبسوطه، كله مطلع موبايلات وبيصور العربيه. مبهجه. هي عربيه شكلها يشد، يعني مجرد من الوهله الاولى ان انت تبص عليها شكلها ملفت. طب تاريخيا بقى، مين اللي سماها خنفسه؟ هي ما اسمهاش خنفسه. خنفسه ده يعني بالمصطلح بتاعنا، لكن هي طبعا البيتل. ما هي البيتل يعني بيتلز خنفسه، يعني ده قصدي المصنع ما سماهاش كده. هي شكلها شبه الخنفسه. هي شبه البرج بالظبط، فعشان كده اطلق عليها اسم الخنفسه في مصر شويه. هي كان ليها قصه كده في ساعه انتاجها، الحرب العالميه وميه فيها بتعمل مشكله في الرادياتير ساعه الحرب، وكانت بتسبب لهم مشاكل. العربيه دي؟ لا، ده فكره فردناند بورش ان هو يعمل عربيه زي دي. دي كانت يعني هتلر وفردناند بورش كان محتاج عربيه كانت ان هي يبقى تعمل على جزئين. طبعا ايام الحرب وكانت الحاله الاقتصاديه ضعيفه شويه، فعربيه تكون موفره في نفس الوقت تحل له مشكله المايه اللي بتتجمد. كان في الوقت ده الجو ساقع، وكانت مفيش كولنت او المايه مش معالجه ان هي تستحمل الحراره دي. وفي نفس الوقت كان في الحرب انا ممكن اضرب فيديوتيف ببساطه تطلع العربيه خلاص ما تقدرش ان هي تكمل. فمنها جت فكره ان هو محتاج عربيه تكون تبريد هواء، وفي نفس الوقت يبقى موتورها ورا. فكره بسيطه شويه، كانت ذكيه جدا يعني. صحيح انه هتلر قال انا عايز عظمه الشعب الالماني تبان في مين هنا ممكن يديني؟ استاذ وليد كامل التاريخ كله. اهلا استاذ وليد، اهلا بحضرتك. انت عربيتك ايه بقى، موديل كام؟ عربيتي 74، موتور 1200 سي سي ستاندر، وشغاله ماشيه، شغاله وعامله 84000 كيلو من سنه الصنع. بس ماشيه 84000 كيلو. ده انت يعني ما بتسوقهاش، ده انت بتنضفها وخلاص. بطلع بيها الايفنتات بس. انا دي السياره رقم 38 بيتل في حياتي. يعني على فكره الجروب ده كله عنده عربيات حديثه، وهي دي هوايه حضرتك. في ناس بتروح تشتري سي حصان بكذا، احنا لينا هوايتنا في العربيه ديت وبنصرف عليها جامد جدا.
فمش شرط ان احنا كلنا مقتنيين البيتل بس. لا انا مش انا طبعا متاكده ان انتوا مهتمين بالبيتلز مش من قله الفلوس يعني، انتوا بتحبوا العربيه دي للهوايه. فانت عربيتك محافظ عليها بسنه موديل 74 محافظ عليها وما بتمشيهاش عشان تفضل كده قطه يعني. تمام. طبعا بنهتم بادق التفاصيل حضرتك يعني، الفانوس الاصلي، العداد الاصلي، كل حاجه فيها. وتمشي في الشارع كده زي رابطه المعلم كده. احنا حضرتك في ناس راكبه عربيات لاند كروسر وراكبه عربيات يعني كده بتنزل تصورنا وتوقفنا وتتكلم معانا وطبعا لتنشيط السياحه احنا بنطلع اماكن، بنروح اماكن سياحيه وبنتصور هناك يعني. يرجعنا بقى الموضوع للتاريخ.